وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من برنامج فتاوى، والذي يأتيكم في هذا الشهر الفضيل المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان المالكي. السلام عليكم معالي الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله، وحيا الله إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات. والله تعالى أسأل أن يجعل لقاءنا مباركا، وأن يلهمنا فيه السداد، وأن يعيننا على خدمة إخواننا وأخواتنا. اللهم أمين، وجزاكم الله خير الجزاء. وأذكركم أيها الإخوة والأخوات بجوال البرنامج للتواصل 05-01-785-5536. نستهل هذه الحلقة أيها الإخوة بهذا الاتصال. معنا أبو تركي من الطائف، تفضل أبو تركي. نعم نعم، تفضل، معك الشيخ عبد الله. حياك وحياه. وأنت حياك الله، يا مرحبا ومسهلا. تبقى الله يحييك، والله أنا أحبك أنا وأخوي وكلنا وكل المسلمين يدعون لك. أحبك الله، أحبك الله، أحبك الله. الله يجزاك خير ويسلمك، أمورك سهلة كلها وزينة وطيبة. أنا عندي رحت طال عمرك لعمره من أسبوع، ودخلت الحرم ونجيت البيت وطفت بالحرم وفيه زحمة شديدة مرة. معي؟ أي معك. زحمة شديدة مرة، تأخرنا فيه لين يمكن جلسنا بس ساعتين، ساعة ونص، ساعتين ما خلص. بعدين أبداً إحنا ما خلصينا خمسة شواط بس، وبعدين جلسنا وصلينا ورجعنا كملنا الشوطين الباقية سبعة أشواط وطلعنا. طلعت عاد أنا بالحمامات تكرم مجال، طلعت قطعت المسعى ورحت للحمامات مع الساحة ذيك اللي في جنب باب السلام، بعيد شوية الحمامات. بعدين انتظر معي البول وتنجست الله يكرمك، وحرامي اللي تحت ورجليني وكلها. قلت أدري، رحت الحمامات وكملت الباقي من البول ورحت للفندق، نزلت الحرام ودخلت الحمام وطهرت وكل شيء سبحت، وبعدين لبست الحرام الفوطة زي ما كانت أول، ودخلت في السرير، سرير مخيط ما ادري شراش في ذي مخيط. لا ما فيها مخيط، ما انت بلابس عشان اشترك، انت متلحف. متلحف اي طبعا. اي ما في مخيط. ما في مخيط. طيب وفسخ الاحرام ما في شيء. ما في شيء ابدا. ابدا. انا عاد بسالك سؤال. تفضل طال عمرك. لو في انت واخوك، أخوك دخل وخلص الطواف في 10 دقائق، وأنت خلصت الطواف في ساعتين، أيكم أكثر أجر؟ أبو ساعتين. أي قريت ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال ذرة ذرة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نعم ابدا. اخرت انت السعي الى اليوم الثاني ما في شيء. رحت لين جلست بيتك وتنظفت وزال العمس منك ونمت ما في شيء ابدا. انت خلصت الطواف في اليوم الاول وخلصت السعي في اليوم الثاني والتقصير ما في شيء ابدا. شكرا لك، جزاك الله خير. معنا ايضا اتصال ابو محمد معنا، تفضل. أم محمد تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل الله ينورك بالعافية. سؤالي إني أقول لها، أقول أمي الله يغفر لها ويرحمها توفت وقسموا الورث. أي نعم. أي قسموه جانا على 50 وأنا بعت قسمي على ولدي قصة بدي قلع بعيني وأنا اللي بعد يعني خلص أو أنا أجيب قصة كنت ويا خالاتي. نعم نعم. قلت ما يلا قلت ما يخالف قام من نزل لي حسابي. نعم. من طرد من لين 200 من خواتي ما بعد اتفقوا ما بعد ما صاروا معنا ذاك اليوم في البيعة 500. نعم. قام ولدي قال ترى هم بظنهم يرضون بعد خلاتي ذا اللي ما بعد. أي. خلوا معهم أي مو براضم 500. قال جاء خلاص وش تبي هذا وكذا قال يعني ويا الأجار واللي باقي بالأساس خلت 6. شفته؟ نعم. إيه. هم جاهم على زود شرح لأني قالت ما دو لولدي يقول أعطني باعني يعني خلاص قال أنا لين بروح راجع لهم وخلصكم وخلاص أنا بشتري قسم الثاني. إذا كان عملكم هذا مو باحتيال لإبطال العقد يجوز، يعني إذا كنتوا أول مغبونين. إيه. وخوات الثنتين قالوا إن ما وافقنا. أيوة. وحنا مغبونين. أيوة. لازم ترفعون السعر. أيوة. وارفعوه إلى 600. أيوة. هذا رزق جابها الله إليكم. أي نعم. لأنكم أنتم بتبيعون جميع، من أنتم بايعين أفراد. لا جميع بس ما صاروا معنا ذاك اليوم وقالوا على ما قلت قالوا لا أرخص. المشتري منكم ولا من غيركم؟ المشتري مني ولدي شاري مني انا. ايه يعني انت ولدك قال خلي بيعت علي وانا بصلحه. ايه اي عاد وصلت انت ويا ولدك انت ويا من اللحيه يعني للشارب تصلحون. نعم. ايه يعني يصير اخذها ولا اخذ العشره هذه ولا ياخذها ولدي. والله يطول العمر انت احق بها لانها رزق جابه الله لكم بعد ما ان اخوات الذولي ما كانوا حاضرين في البيعه. ويوم حضروا وتفكروا وقالوا لا البيعة رخيصة وإن ما أطلقنا البيع. أما إن كانكم محتالين أنهم مطلقين البيع وبعدين صرتوا تريوسون وراء وتقولون لا لا تبون تستجروا هذا ما يجوز. وأما إذا كان لا خوات ذولي صادقات وقالوا والله ما إن ما حضرنا ولا إن موافقين منا موافقين فما في شيء إن شاء الله ما في شيء. أعطاهم صح أخوي يعني ينباها أعطاهم على زود العشرة بس وأعطاني يعني زيهم العشرة بس هو العشرة لولدي يعني عشان ما بعتها عليه أنا ما بعتها ما أنا بقلت لس الآن من اللحية للشارب إن أعطت إياه ولدس فنتي صاحبة الأصل المحل الأصل وإن سامحتي ولدس فكل اللي عندس مو بغالين على ولدس ما الله ولكن هيلس ايه طيب يلا يتسامح عنا وعنك ان شاء الله. جزاك الله خير شكرا. الله يرضى عليك. يا هلا حياك الله. نعود الى الاسئله التي وردت على جوال البرنامج. يا شيخ هذا يقول ما حد الاستطاعه في الحج او العمره؟ الاستطاعه في الحج والعمره تنقسم الى ثلاثه اقسام. الاستطاعه البدنيه ان يكون الانسان صحيح في بدنه قادر على أن يذهب إلى مكة ويتنقل من الحرم إلى ميناء عرفات ينزل مزدلفة يرجع الميناء يطوف بعد رجوعه من مزدلفة يطوف ويش اسمه ويسعى ويطوف الوداع إن كان من أهل الوداع. فإذا كان الإنسان قادر على هذا الأمر هذه الاستطاعة البدنية. نعم. عندنا الاستطاعة المالية أن يكون الإنسان عنده فلوس يقدر على حملة في الحج ذا الحين. أول كانوا يقولون الزاد والراحلة لكن ذا الحين لا حملة قادر على استئجار حملة توصله إلى مناطق الحج تحججه. هذه الاستطاعة المالية. الاستطاعة الأمنية أن يكون الطريق آمن ما في قطاع طريق لأن الإنسان قد يكون الإنسان صحيح
صحيح. وقد يكون الإنسان عنده فلوس، لكن قطاع الطرق كانوا قبل عهد الملك عبد العزيز الله يجعله في الجنة يعني مؤذين الناس، مؤذين الناس، يتدينهم في سرقات الحج. بعض هاللصوص يتدين يقول عطني إذا جاءوا الحجاج وأخذنا منهم عطيتك سددتك، نسأل الله العافية والسلامة. ولكن جزاه الله خير الملك عبد العزيز، الله يرفع درجته في العليين آمين، ويصلح عقبه في الغابرين، ويبارك لنا في ذريته أجمعين. أقفل هذه الأبواب، أقفلها. وذا الحين أي واحد يعترض على المسلم المسافر أو المقيم أو ذا اللي جاي للمملكة ينال جزائه جزاء الرادعاء. نعم بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة في هذه الحلقة، أقمت في جدة عدة أيام ثم أحرمت منها للعمرة، يقول هل فعلي صحيح؟ نعم فعلك صحيح، لأنك عندما ذهبت أنشأت السفر، عندما أنشأ السفر كان نيته في السفر أن يذهب إلى جدة. اي نعم. وبعد أن يخلص عمله في جدة يروح المكة، فهو صحيح. يحرم من جدة. صحيح، لأن أنشأ سفر الجسمة سفر العمرة من جدة. نعم أحسن الله إليكم يا شيخ، ونتوقف مع هذا الفاصل ثم نعود إن شاء الله. معكم مرة أخرى ومع ضيفنا الكريم معالي الشيخ عبد الله بن محمد المطلق. بارك الله فيكم، نستقبل هذا الاتصال. معنا أبو ناصر من أبها، تفضل أبو ناصر. إي نعم حياك الله، تفضل. حياك الله يا أخي، الله يمسيك بالخير يا طويل العمر يا شيخ، الله يمسيك بالخير. يا مرحبا ومسهلا بأبي ناصر، الله يسلم ذا الوجه. أنا طال عمرك في أبها وعندي بنت متزوجة في الرياض، وصار على زوجها مشكلة وهو في السجن له 6 سنة، وعليها بنات يدرسون وأوضاع حمه يبله هناك، وراتبها ضعيف، وأنا عندي من الزكاة ودي أهب لها من الزكاة، ولا أدري يا شيخ هل يجوز أعطيها من زكاتي مالي؟ إيه عطها لعيالها يا شيخ، عطها لعيال عيالها، أولاد البنت لا يلزم الأب أنه ينفق عليهم، فهمت؟ إيه. لأنهم ليسوا من ورثته. إيه. فأنت الآن تعطي بنتك لعيالها، اللي بتعطيه اشترت بسيارة استفادت فيه ويا عيالها، ان عبت بغاز استفادت فيه ويا عيالها، لانها أن تدخل هي في على ما يقولون تدخل في البركة. نعم كويس. طيب يا طويل العمر، عندي برضه ولد الله يطول عمرك زي ما تقول مريض نفسي، وقد عمره 28 سنة ولا توظف ولا شيء، وعليه غرامات مرورية، وبغيت أسددها عليه من الزكاة، هل تجوز؟ إن كان ولدك هذا أنه بيتوب من مخالفة المرور ويقوم يحترم ساهر ولا يعني، فهذا يجوز أنك تعطيه علشان يزول عن هذا اللي هو شو اسمه الحجز. أما إن كان ولدك أنه حليمة باقية على عادتها القديمة، ولو سددت عنها اليوم بكرة يطب في ساهر مرة ثانية، خل شو اسمه الصدقة الزكاة للفقراء والمساكين، لا تعطيها المتهورين. شكرا لاتصالك. سم. طيب من الأسئلة التي وصلت على جوال البرنامج، يقول السائل كيف تأخذ المرأة من شعرها عند التحلل؟ عند التحلل من العمرة المرأة فيها تقريبا حالتين، الحالة الأولى يكون شعرها واحد تأخذ قدر أنملة هذا لطرف الأصبع ذا. نعم. الحالة الثانية يكون شعرها مدرجات وفيها قصة، حينئذ تأخذ من القصة وتأخذ من المدرجات، لأن الشعر لا بد من تعميمه، لا بد من تعميمه على القول الراجح. نعم نعم بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة، هذه امرأة
أحرمت بالعمرة وتغطت بالنقاب، يسأل ويقول فهل عليها شيء؟ إن كانت متعمدة فعليها فدية، فدية المحظورات هي ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام كانت متعمدة. أما إن كانت ناسية أو جاهلة فلا شيء عليها، لأن الله تعالى عفى عن الخطأ والنسيان، فقال جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، في الحديث قال الله قد فعلت. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا من الاتصالات معنا اتصال من القصيم، حمود تفضل. هلا، السلام عليكم. السلام، السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أسأل عن الزكاة. نعم. عندنا واحد مستاجر ضعيف مسكين، أي. هل هو راع البيت موديه يقول له اطلع وسدد لي الإيجار واطلع، هل يحق لي أن ندفع الإيجار عنه من الزكاة ولا لا؟ ألا يجوز لك، وإذا كان جار لك هذا أفضل، وإذا كنت تعرف ظروفه القاسية فهذا أيضا أفضل. من نفس عن مسلم، ها؟ أعرف ظروفه كله. خلاص، أنت لك إن شاء الله أجر عظيم. من نفس الله عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. أبشر أبشر إن شاء الله بالعوض الصالح والأجر العظيم. شكرا لاتصالك. الله يجزاك خير. جزاك الله خير. يقول السائل بارك الله فيكم، لم أحج ولم أعتمر الفريضة، يقول هل يلحقني إثم؟ الحج يا إخواني للقادر يلزمه ويترتب عليه إثم، والله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن كفر، ولهذا أثر عن عمر وعلي أن من أطاق الحج ولم يحج فليس عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، نسأل الله العافية والسلامة. نعم نعم، بارك الله فيكم. هذا السائل يقول كيف تكون قراءتي للقرآن نافعة لقلبي وجوارحي؟ أحسنت يا أخي، بارك الله فيك. يا إخواني، القرآن شفاء لما في الصدور، والقرآن نور وهدى، والقرآن بصائر، والقرآن بشير ونذير، لكن سبحان الله أغلب الناس الآن ما يستفيدون من قراءة القرآن. ليه؟ لأنهم ما يرتلونه، يقرأون تلاوه صح، ولا إيش اسمه يتدبرونه، ولا يجاهدون أنفسهم على التأثر به. الله قال في سورة المزمل ورتل القرآن ترتيلا، رتل يا أخي، خلي الناس إذا سمعوا يستفيدون منه. فإن الله تعالى يعني ما أذن لشيء، ما أذن لعبد يقرأ القرآن، يعني ما استمع. القرآن يا إخواني بارك الله فيكم كتاب الله، موعظته إلينا، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لكننا نحتاج أولا إلى الترتيب، ثم نحتاج بعد ذلك إلى التدبر، والتدبر عمل القلب، والتدبر يحتاج أن الإنسان يقرأ الآية مرة مرتين 3 4. ولذلك يقول للسلف أن قراءة 10 آيات بالتدبر أفضل من قراءة سورة طويلة. ليه؟ لأن 10 هو يرددها 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 لين تدخل قلبه، فإذا دخلت قلبه أثرت فيه. وهذه العبادة الثالثة، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. يقول لي أحد الإخوان أني كنت ما أستفيد من التدبر، يقول فوجدت أنني مقصر في هذا، فجعلت قراءتي في رمضان بعد الفجر تدبر،
وأخذت أردد الآيات وأفكر في المعاني. وقال وبقية قراءاتي بعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء وفي الليل يقول تلاوة مثل ما عشان نختم. قال فوالله إني وجدت علم، سبحان وجدت علم في هذا الكتاب العظيم، ماشي وجدت نور وهداية وأثر على قلبي، لكني أقرأ وارجع، أقرأ مقطع وارجع، وأقرأ وارجع وتدبر. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نعم أحسن الله إليكم. معنا اتصال أبو عبد الله من أبها، تفضل. وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ الله يرضى عليك، عندي أم العيال تعرضت لأكثر من عملية وأثر عليها التهدير وهذا مما صار يفقدها وعيها وهذا، فما أدري شيء بالنسبة لرمضان، لأنها والله فاقدة وعيها إلا ما شاء الله، يعني تأخذ تحس يعني دقائق ودقائق والله ما تدري وش حنا نسوي. يا أخي ما بالنسبة لرمضان وحل علينا، وهي قد أبطت في الحال ذا، ولكن نسأل الله لطفه بنا وبها وبجميع خلقنا. نعم جزاك الله خير. تسمع ما دامت يا أخي هكذا وانتم تشوفونها الآن أنها عقلها مهوب معها، يغيب ويجي ويغيب ويجي، فليس عليها صيام وليس عليها قضاء، حتى القضاء ما عليها قضاء، لأنها الآن في حكم المغمى عليه، يعني بعض زمن النهار أين فهي ما عليها، ليس عليها قضاء وليس عليها صيام، لكن إذا انتهى رمضان وجت العافية وأحبت أن تقضي الحمد لله خير على خير. نعم ما أدري يا شيخ مرة خلقها ما تعرف حتى أكلها وهذا تقوم في الأكل، ما عليها شيء الآن، ما عليها شيء، لكن تراه مكتوب لها الآن أنها صايمة، لأنها لو أنها طيبة صامت، فهو الآن رب العالمين معطيها إجازة، عندها دوام في الصيام. رب العالمين إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له من العمل ما كان صحيحا مقيما، هذا حديث صحيح رواه البخاري، فهمت ولا لا؟ فهي الآن تعتبر صائمة من حيث الأجر. نعم نعم بارك الله فيكم، جزاك الله خير يا شيخ على ما قدمت في هذه الحلقة. وأنت أخي جزاك الله خير على ما قدمت، وأنت وزملائك القائمين في هذا البرنامج، وأشكر إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات، وأدعو الله تعالى لنا جميعا أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويصلح أحوالنا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعلهم هداة مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، جزا الله الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. نلقاكم على خير بإذن الله تعالى في لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.